نحن بعدنا عايشين، بس هند لا. بعد 12 يوم على فقدان أثرها، لقيوا هند شهيدة جوا سيارة بين جثامين أفراد عائلتها. طفلة ما استشهدت قبل ما تستنجد وتحاول توصل صوتها وتخبر العالم حكايتها، وهيدي كانت آخر كلماتها المسموعة. أجي أخذك؟ حواليك في ضرب رصاص؟ ما حدا بيعرف شو تفاصيل الساعات الأخيرة بحياتها. كانت آخر المعلومات عنها أنها محاصرة جوا سيارة بين جثامين أفراد عائلتها، يعني كانت وحيدة وخايفة قبل ما يلتقى جثمانها بالسيارة نفسها. ورغم أساوة القصة، إلا أنه العالم ببساطة غير مهتم. القصة مش متصدرك الوسائل الإعلام، في عالم ما بتعرف فيها وفي عالم بتعرف فيها بس مش مهتمة. أنت وأنت كمان خف اهتمامكن شوي، يمكن إذا كان طلع قدامكن خبر عن هند بتشيروه عندكن على الستوري، بس بعدين بتكفي حياتكن عادي رواق. يمكن كمان هيك عملتوا مع خبر استشهادها. أنا هون مش لحتى أتهمكن أو حتى لومكن، أنا هون حتى أفهم معكن شو سبب هيدا الخدر النفسي. ليش العالم ما ساعد هند؟ وليه ما بقى متعاطف مع قصتها؟ القصة بديت ب 29 يناير بمدينة غزة. هونيك انطلقت سيارة بتحمل هند يلي عمرها ما بيتجاوز 6 سنين، وعم والدتها بشار حمادي وعيلته حتى يهربوا من الموت لمكان أكثر أماناً. بعد دقائق فقط تعرضت السيارة لإطلاق نار كثيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستشهد كل يلي بالسيارة ما عدا هند وقريبتها ليان يلي عمرها ما بيتجاوز 15 سنة، واللي تواصلت معها فرق الإنقاذ، وهيدي كانت كمان آخر كلماتها. إذا بابا زنبه انتو متخبيين؟ في السيارة، احنا زنبين الدبابة. انتو جوا السيارة؟ استشهدت ليان، وبقيت هند لحالها بالسيارة محاصرة وحواليها جثث أفراد عائلتها. ما في حدا حواليها يخفف عنها يلي عم بيصير. بوقت قدر الهلال الأحمر يتواصل مع الطفلة يلي طلبت المساعدة وقالت لهم يجوا ياخدوها بسرعة لأنها خايفة من العتمة. بعد ساعات قدر فريق الإسعاف يعرف مكانها، بس قبل أمطار فقط من وصولهم للمكان انفقد الاتصال معهم وما انكشف شو يلي صار إلا بعد 12 يوم. سيارة الإسعاف تعرضت لاستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال وانقتلوا المسعفين يلي كانوا رايحين ينقذوا هند. بالبداية انتشر وسم أنقذوا هند لمحاولة الضغط والكشف عن مصير هند وفريق المسعفين، وبعد ما تم العثور عليهم صار في مطالبات لمحاسبة المجرمين، وخاصة أنه الأدلة واضحة وبالصوت وبالصورة. بس رح تسألوا حالكم ليش العالم ما تحرك ليساعد هند، أو ليش ما عم بحاسب القتلة رغم مأساوية القصة يلي صعب على العقل استيعابها رغم وجود كل هالأدلة، وليش حتى زعماء العالم ما بيحكوا وبيضغطوا لمعرفة مصير هند رغم أنهم تبنوا قبل قصص إسرائيلية منها الأطفال مقطوعي الرأس يلي تبين بعدين طبعاً إنها مجرد بروباغاندا. أو حتى ممكن نسأل حالنا ليه ما لقينا غضب شعبي وتحرك رأي عام عربي أو عالمي ضخم يطالب بالكشف عن مصير هند أو محاسبة المجرمين، وخاصة لما انتشر خبر العثور على جثمانها. تركت وجع في قلبي، تركت لي وجع والله، ذكريات وجع في قلبي. أحلى طفلة في العالم هند، وأبسط طفلة في العالم. حلمها تكون طبيبة، وحلمها تكون طبيبة وترجع على البيت. يا الله ما أبسط حلمها وإنتوا خزلتوها، والله ما أنا مسامحة. كل واحد خزل هند وكان قادر يساعدها. كتار ممكن يرجعوا السبب لاعتيادنا على المشهد يلي صرنا يومياً منشوف عنه أخبار وصور وفيديوهات، بس أنا هون حتى أحكي لكم عن سبب تاني. بيقولوا إنه هيدا السبب بيرجع لاستراتيجية اعتمدتها آلة القتل الإسرائيلية، وهي زيادة المجازر من أجل تحقيق ما يسمى بالخدر النفسي الجماعي. خلونا ناخد مثال حتى توضح الصورة أكتر. مجزرة مستشفى المعمدانة يلي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين وتسببت بموجة غضب كبيرة جداً عربياً وعالمياً. كيف واجهت إسرائيل هيدا الغضب؟ أولاً الإنكار، وبعدين ارتكبت مجازر أبشع وأكبر وبوتيرة أعلى دفعت كتار ليصير عندهم خدر نفسي. طيب شو يعني هيدا الحكي؟ بحسب الجمعية الأمريكية لعلم النفس، الخدر النفسي هو مصطلح علمي بيوصف حالة أشخاص عم يشهدوا مأساة جماعية ضخمة، فبيصير معهم نقص التعاطف مع ازدياد عدد الضحايا. يعني للأسف كل ما زاد عدد الضحايا التعاطف صار أقل. كتار منا رح يقولوا إنه هيدي مفارقة غريبة ومستفزة وغير مفهومة، كيف التعاطف مع الفلسطينيين صار أقل رغم إنه الشهداء تجاوز عددهم 27,000 والمجازر يومياً ما عم توقف. هيدا الحكي غالباً منشوفه بمنطقتنا العربية لأنه التضامن العالمي مع غزة ما قل ولا وقف، بالعكس الشباب مكملين لأسباب رح خبركن عنها بعدين. خليني أعطيكم مثال تاني. أكيد كلنا منتذكر جائحة كورونا وكيف بالبداية كانت قصص ضحايا الوباء تهز العالم، وكان التعاطف مع الضحايا كبير كتير بالتوازي مع الخوف من أثاره.
بس مع ازدياد عدد الضحايا قل التعاطف وتحولوا ضحايا الفيروس لأرقام تظهر على طرف شاشات الأخبار. إيه هيدا هو بالضبط شعور الخدر النفسي. مصطلح غزة من 4 شهور كان الرقم 1 بحثاً في جميع أنحاء دول العالم بنسبة 100%. هذا الرقم اليوم 7% فقط. طيب ليش؟ يعني إذا ما فيك تفعل أحكي على الأقل، خليك تذكر الموضوع، نزله عندك على السوشيال ميديا، خليك دائما في سيرة الموضوع. بيصير هيك غالبا بسبب اعتماد نظامنا العاطفي على التأثر بالقصص الفردية مش بالجامعات الكبيرة، وهذا كان واضح بورقة بحثية لجامعة كامبريدج بينت أنه الناس بيكونوا أكثر على استعداد لتقديم المساعدة كل ما قل عدد الأشخاص طالبي الدعم أو التعاطف، وأنه العقل البشري منه مهيئ للتعاطف مع المجموعات الكبيرة من البشر لعدم قدرته على استيعاب عددهم وقصصهم كلهم. الخدر النفسي له عدة أسباب، أهم وقتها تتحول القصص البشرية لأرقام وبيانات. تقريباً الجزء العاطفي من دماغ البشر بيتوقف ومنصير أكثر انفصالاً عن المعلومات، شيء اللي بيخلي اهتمامنا فيها أقل. في شيء تاني ممكن يكون بيلعب دور بشعور كتار منا بالخدر النفسي، وهو الشعور بالعجز. يعني وقت نشهد كارثة كبيرة مثل العدوان على غزة، كتار منا بيحسوا إنه ما فينا نعمل شيء حتى لو حاولنا، وبمرور الوقت هيدا الشعور باليأس بيخلينا نتجاهل الكارثة أصلاً، وبالتالي ممكن يتحول إلى لا مبالاة. طيب السؤال، كيف ممكن نتغلب على هيدا الشيء اللي بيرسم حدود التعاطف البشري؟ كيف منخلي عقولنا توقف الشعور باللا شيء؟ أول وأهم شيء هو نشر القصص الفردية وإعادة التركيز على أنه الضحايا مش مجرد أرقام، وأنه كل ضحية عنده قصة وأهل وأحلام. الأرقام مهمة، لكن بحالات القتل الجماعي والإبادات الجماعية الصور بتلامس قلوبنا ومشاعرنا بشكل أكبر وبتحفز على التعاطف بشكل ملموس، بينما شعور الخدر أسرع بكتير بحالات الأرقام والبيانات. مؤخرا صار في مبادرات تعرف العالم حقيقة ووقع الرقم كبير للشهداء الفلسطينيين بطرق مختلفة حتى العقل يستوعب الرقم الضخم وتعزز مشاعر التعاطف وسط حالة منتشرة من الخدر النفسي. هيدا الفيديو مثلاً على شاطئ مدينة بورنموث البريطانية، لما نشطاء وضعوا قطع تياب بترمز ل 11500 طفل فلسطيني شهيد بغزة. تياب امتدت على طول 5 كيلومترات، وهيدا أفضل مثال على طريقة تحويل الرقم لشيء ملموس بتقدر العالم تستوعب ضخامته. بالإضافة طبعاً للصور والأسماء والوجوه، في قوة كبيرة بين إيدينا وهي القصة وطريقة السرد. ورقة بحثية لجامعة كامبريدج وصفت الموضوع بطريقة كتير حلوة وقالت إنه قوة السرد بتحفيز المشاعر هي الترياق يلي رح ينقذنا من سم الخدر النفسي. رح قلكن ليش. أكيد متذكرين الطفل إيلان الكردي يلي مات على أحد شواطئ التركية سنة 2015، يلي صورته كتير منكم مستحيل يكون نسيها. تبين أنه هيدي الصورة واحدة كانت السبب بزيادة التبرعات العالمية للصليب الأحمر بأكثر من 100 ضعف، دفعت كتير من الدول الأوروبية لاستقبال عدد أكبر من اللاجئين السوريين. السويد مثلا استقبلت 160 ألف لاجئ سوري بسبب تأثير الصورة وحده، وهيدا حكته الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم في دراسة عملتها عن تأثير صورة الطفل إيلان في التعريف بالأحداث الدامية بسوريا يلي دفعت كتار للهجرة. طيب ممكن تسألوا هيدي قصة هند مطابقة للشروط، يعني صورتها وصوتها وقصتها منتشرين، ليش العالم ما تعاطفوا معها وشو السبب؟ في عالم ممكن تقول إنه التعرض المستمر للقصص والأخبار عن العدوان على غزة بتعمل إجهاد عقلي، فبيحسوا إنه هيدا الخدر أو الابتعاد أو الانسحاب وعدم التعاطف الكامل ممكن يكون طريقة دفاعية للعقل حتى يحمي حاله من الإجهاد والاستنزاف، بس هيدا كمان ممكن يكون سببه إنه التفاعل والتعاطف أحياناً محصور بهيدا الشيء. إيه صحيح، شاشة الموبايل. بوقت في كتير دول حول العالم عندهم طرق تانية للتضامن كسرت من خلال حاجز الاعتياد، منها التظاهرات الواسعة بالشوارع ويلي تطورت لقطع طرق رئيسية للفت النظر للعدوان على غزة، بالإضافة لإغلاق محطات مواصلات مثل يلي صار بمحطة جراند سنترال بمدينة نيويورك الأمريكية. مش بس هيك، لأ، الموضوع صار إبداعي أكتر بإظهار التعاطف، وكتير نشطاء لجأوا للفن كوسيلة احتجاج وتضامن مع الشعب الفلسطيني، مثل هيدا الفنان الإيطالي يلي حول لوحات وبوسترات للوحات بتجسد معاناة الشعب الفلسطيني. كمان ما ننسى الجداريات وأشارة الموجودة بدبلن الإيرلندية، إضافة لعشرات وعشرات كتار لجأوا كمان للطلاء الأحمر والأكفان كنوع من التعاطف وإيصال الصوت. إيه مثل ما عم قلكن، في منهم كبوا الطلاء الأحمر على بوابة البيت الأبيض وسيارة وزير الخارجية الأمريكية، وغيرهم دخلوا محلات مثل زارة حاملين أكفان رمزية للتنديد بموقفها من الإبادة الجماعية. صار واضح أن التعاطف هو الوسيلة الأولى لتحقيق التغيير، لأن الأمور بتبدأ من الفرد وبعدها بيصير تحرك شعبي ويلي بيعمل ضغط على صناع القرار وملاحقة المجرمين والمتورطين. يعني الإحساس بالعجز واللامبالاة هو رد فعل مفهوم تجاه الكوارث والقتل الجماعي، لكن ما لازم يكون مقبول وخاصة حاليا، لأنه كل طفل انحرم من طفولته بيستاهل إنك ما تنسى حقه، والأهم بيستحق تعاطفك معه. هند رجب، قولوا اسمها واحكوا قصتها، صح ما حدا قدر ينقذها
بس ممكن هي تصحينا من حالة الاعتياد يلي عايشينها.